أهل البلد حكولها كيف بدك تاخدي واحد بعد 67 سنة ما زال في الأول من أكتوبر. هذه الفئة المهمة جدا، هذه الفئة اللي كبرتنا، اللي وصلتنا لهذا المستوى من العلم، من المعرفة، من الحياة، نقوم بواجبهم بأفضل مما كان سابقا لتكريس نفس الأسلوب، نفس سلوكنا القديم اتجاه كبارنا، لتقويته، لتعزيزه في ثقافة مجتمعنا أكثر. ولكن هو موجود، موجود، والأساس الحمد لله طيب لمجتمعنا الفلسطيني. هي بعض الجوانب الخارجة عن المألوف يجب علاجها. بتم تشكيل لجان وجمعيات ومؤسسات لهذا الموضوع. هاي الندوة اجت حول دور رعاية المسنين بين المجتمع والشارع بعنوانها، طبعا لتسليط الضوء على هاي الفئة والشريحة من المجتمع، لانها من الفئات المهمشة رغم انها هي الفئة التي تستحق كل الاحترام والتقدير منا، ولانه هاي الفئة هي اللي ربت الاجيال وهي اللي اعتنت فيهم، وعشان هيك لازم نوصل رسالة المجتمع انه احنا لازم نستفز مشاعر الابناء حول رعاية ابنائهم، ابائهم وامهاتهم في المجتمع، ومشان انه رب العالمين وصانا طبعا ببر الوالدين حتى بحياتهم وامهاتهم. من الواقع اللي عم بشوفه من ضمن برنامج فلسطين خير على مدى السنوات الخمسة الماضية، في تقصير كتير كبير من دور المجتمع، دورنا نحن والمؤسسات العاملة بفلسطين للاهتمام بالمسن وكمان الاهتمام بدور رعاية المسنين بفلسطين. بتخيل كتير مهم انه احنا نرجع نفكر عن شو فينا نعمل احنا لتكافل اجتماعي وتكافل اسري، نرجع لتجربة الانتفاضة الاولى، تجربة 87، كيف كان في لحمة داخل الاسرة، والاهتمام بالمسن له دوره وله وضعه، كان مش زي هلا مهمل ومهمش. 5% احنا المسنين، 5% فلسطين مش قادرين ندير بالنا عليهم، هاي مأساة كتير كبيرة. بتخيل كل واحد منا عليه انه يرجع ويفكر شو فينا نحن نعمل كتطوع، نرجع لمفهوم التطوع ونروح نعمل أنشطة لهدول الناس، نحاول إنه نرجع ندمجهم داخل المجتمع وداخل الأسرة.